انما السوليه معقول انني مش ده مستوى. لا صح، روحه حلوه ولكن التحامات وحش. النهارده دخل على الولد في انكر رجله، الفار لو عادها ياخد طرد مش انذار. السوليه عوده السوليه للتشكيله برضه عملت شويه توازن في نص الملعب. وبعدين انا كنت بقول النهارده في المقدمه السوليه مستواه رائع جدا، بس الراجل كمان بيتعامل مع السوليه ده انه افضل لاعب في المنتخب. هو كيروش بيحب السوليه جدا قوي، فالثقه اللي مديها له كمان مزوده له كمان مستواه درجه درجتين. صح. يعني عمرو السوليه عمل مباراه معقوله جدا النهارده طبعا، وطبعا عمل اسيست رائع. السوليه بقى له فتره ماشي كويس، كان في النادي الاهلي او في المنتخب. السوليه عامل فاري يعني، حتى اصابته الاخيره كانت الدنيا كلها قامت وكل الدنيا اتقلبت. السوليه يلحق اول ماتش مش هيلحق، بقى لعيب مهم ولعيب مؤثر في منتخب مصر من النادي الاهلي. فطبعا السوليه من اللعيبه اللي تفرق معاك، لكن هقولها مره واثنين وثلاثه، المنتخب ما يطمنش بصراحه. يعني انا نفسي والله، يعني انا نفسي ان احنا ناخد البطوله، انا نفسي ان احنا نعدي ادوار، نفسي نوصل كاس عالم. طب ايه اللي يطمنك؟ اللي يطمني المنتخب كروح كقلب كالراجل المدير الفني لازم بقى يفهم الدنيا، ولازم يفهم اللعيبه اللي معاه يقدر ان هو يستفاد منهم ازاي. اقدر ان انا استفاد كل واحد العبه في مركزه، اقدر ان انا تغييراتي تبقى تغييرات مظبوطه. ده تفكير مدرب. لكن انت ما العب كره هجوميه على طول، طريقتك من اول 4-3-3 4-3-3 مع ان الطريقه دي هجوميه يا كابتن. ايوه بس يعني بيعملها كلاعيبه دفاعيا بالظبط، بيحجم اللعيبه. ان لاعب صلاح فرويد ولاعب مصطفى على الطرف كارثه، مستو كلها دماغه دي كارثه.